مساء الخير. أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني أن كمية المتساقطات بمنطقة بيروت المطار تعدت 500 ملم وبتشكل أكثر من ضعف معدل المتساقطات بالعام الماضي، وكمية الأمطار السنة بتبشر بالخير. وإذا عرفت الجهات المسؤولة المحافظة على هالأمطار وبناء سدود حتى ما تروح المي هدر على البحر، ممكن نتفادى قطع المي بالصيفية والتخفيف من الأعباء المالية على الناس. بالعودة لطقسنا، كتل هوائية باردة عم بتأثر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة فوق الجبال، أما الرطوبة فمتوسطة ورياح قوية شوي، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع أمطار متفرقة وعواصف رعدية أحياناً وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق. لبكرة طقسنا غائم جزئياً مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1200 متر وارتفاع بدرجات الحرارة. أما معدل تساقط الأمطار ببيروت فعم بتكون من أيلول حتى اليوم 520 ملم، السنة الماضية 210 ملم، والمعدل العام 400 ملم. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 6، على المرتفعات 3، بالبقاع 2 تحت الصفر، والأرز 4 تحت الصفر. وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، إذن 9 ببينو، ننتقل من بعدها إلى المنصورية 15، فرن الشباك 16 درجة، دير قانون 14، جرجوع 9، نيحة 6، المنصورية إذن قلنا عينيتها 2 تحت الصفر، ومراحل عين 11. ومننتقل هلأ تنشوف سوا كيف الرطوبة، تتراوح إذن الرطوبة بين 40 و85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 6 أدناها وأقصاها 14، الطقس عم بيكون ماطر مع ثلوج على ارتفاع 900 متر، نهار الجمعة بتتراوح بين 7 و16، ونهار السبت بين 7 و16، ونهار السبت عم بيكون طقس غائم جزئيا مع تساقط بسيط للأمطار. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 8، دمشق 11، والقدس 9، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 21، ومننهي مشوارنا بباريس 8. وهيدا كان كل شي. باي.